السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس هذه الوحدة بعنوان ما المواد التي يمكننا استخدامها لامتصاص الصوت الجزء الأول. أهداف الدرس: يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولاً يعرف مفهوم الصوت الصاخب، ثانياً يستقصي خصائص عزل الصوت للمواد المختلفة. أبنائي الطلاب، ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ نعم، بالفعل لقد تعلمنا أن الموجات الصوتية تنعكس أو ترتد عن الأسطح المستوية الصلبة ليتكرر الصوت من مصدر الصوت، وعلمنا أيضاً أنه يمكن أن يحدث صدى أينما وجد فضاء مفتوح كبير وأسطح صلبة مستوية، وكذلك يمكن أن تصدر الدلافين صدى في الماء لمساعدتها على تحديد مواقع الأجسام الأخرى في الماء، ويمكن أن ينعكس الصدى عدة مرات إذا كانت الظروف مناسبة، وفي كل مرة ينعكس الصدى تصبح شدة الصوت أخفت. أعزائي الطلاب، افتحوا الكتاب على صفحة 168 لنقوم بإجراء النشاط الافتتاحي. عليكم جيداً أن تتأملوا صورة منبه الساعة ثم تجيبوا عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: هل سأسمع المنبه إذا غطيته بالقماش؟ فكروا قليلاً، ماذا تتوقعون؟ نعم، ولكن بدرجة أقل. حسناً، هل سأسمعه إذا غمرته بالماء؟ نعم، ولكن بدرجة أقل. إذن نعلم أن الصوت ينتقل خلال الهواء والماء والأجسام الصلبة. عزيزي الطالب، افتح كتابك المدرسي على صفحة 170 لتقوم بإجراء النشاط رقم 1، وسؤال النشاط هو: كيف يمكننا استخدام المواد لعزل الصوت؟ عليك أولاً أن تتأمل الصورة جيداً لتجيب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: ما الصوت الصاخب؟ نعم، هو صوت مزعج، صوت عال، صوت لا نريد سماعه. ولماذا تعتقد أن الرجل يقوم بهذا الأمر؟ لاحظ جيدا الصورة. بالفعل لتخفيف أو عزل الصوت الصاخب. حسنا، اقترح طرق أخرى تمكنه من عزل الصوت. جيد، ارتداء سدادات الأذن أو وضع بعض القطن في الأذن. الآن أبنائي الطلاب، بعد أن قمتم بقراءة الصورة جيداً، عليكم أن تجيبوا عن السؤال التالي: ما نوع المواد التي استخدمها الرجل لعزل الصوت؟ نعم، تمتاز هذه المواد بأنها لينة، والمادة المصنوعة منها هو القماش، وكذلك تمتاز هذه المواد بأنها خشنة. إذن ماذا تعلمنا في النشاط السابق؟ بالفعل لقد تعلمنا أن الصوت العالي صوت صاخب لا نريده، وكذلك يمكن استخدام مواد مختلفة لعزل الصوت لامتصاص الصوت، وكذلك علمنا أن المواد اللينة تعزل الصوت بشكل أفضل من المواد الصلبة. كذلك تعلمنا عن مفهوم عزل الصوت، حيث يسمى الصوت الذي لا نريد سماعه صوتاً صاخباً، ولا تسمح المواد اللينة للأصوات بالمرور من خلالها بسهولة، بل تمتص الصوت. كذلك تعلمنا أن مقدار الصوت الممتص يعتمد على نوع المادة. عزيزي الطالب،
افتح كتابك المدرسي على صفحة 175 لتتحقق مما تعلمته من النشاط السابق. السؤال هو: اختار الإجابة الصحيحة، ما الصوت الصاخب؟ فكر قليلاً. بالفعل إجابة رائعة، إنه جيم. الصوت الصاخب هو صوت عال ومزعج. عزيزي الطالب، افتح كتابك المدرسي على صفحة 172 لتقوم بإجراء النشاط رقم 2، وسؤال النشاط هو: ما أفضل المواد لعزل الصوت؟ لتجيب عن سؤال هذا النشاط عليك أن تعد خطة لما ستفعله، وتكتب الخطة مستخدماً خطة الاستقصاء ضمن الخطوات العشرة، بدءاً بالخطوة الأولى تحديد السؤال الأساسي، ثم توقع النتائج، ثم تحديد الخطوات والأدوات، وبعد ذلك تحديد إجراءات السلامة، إجراء استقصاء عادل، ثم إعداد خطوات الاستقصاء، ثم تسجيل البيانات، ثم تحليل البيانات، ثم استخلاص النتائج، وأخيراً الخطوة العاشرة تدوين جملة للتفكر. علينا أولاً أبنائي الطلاب أن نكتب السؤال الأساسي للاستقصاء. أحسنتم! السؤال الأساسي هو: ما أفضل المواد لعزل الصوت؟ ومن ثم علينا أن نتوقع أي المواد ستكون الأفضل في عزل الصوت. حسناً! تتوقعون أن الإسفنج الرغوي هو الأفضل لعزل الصوت. بعد ذلك علينا أن نعدد الأدوات التي سنحتاج إليها. والأدوات هي: أجهزة تسجيل البيانات، ورق قصدير، مناديل ورقية، غلاف ذي فقاعات، صناديق بيض، مستشعرات صوت، إسفنج رغوي، ورق، شريط قياس، وقماش قطني، وجرس أو ساعة منبه. سننتقل بعد ذلك إلى رسم مخطط للأدوات وكيفية استخدامها، حيث نستخدم مستشعر الصوت وجهاز تسجيل البيانات لنقيس شدة صوت ساعة المنبه. بعد ذلك سنقوم بتغطية ساعة المنبه في كل مرة بمادة من المواد، ثم نقيس شدة صوت ساعة المنبه. أما إجراءات الأمن والسلامة فهي: علينا الحذر عند استخدام أجهزة تسجيل البيانات، وعلينا أيضاً ألا ننسى كتابة شروط الاختبار العادل، حيث المتغير المستقل هو المواد المستخدمة في تغطية المنبه، بينما المتغير التابع فهو شدة صوت ساعة المنبه. أما المتغيرات الثابتة فهي: مصدر الصوت، موقع مصدر الصوت، بعد مستشعر الصوت عن مصدر الصوت، حجم المادة العازلة، وشريط القياس. في الخطوة التي تليها عليك أن تكتب الإرشادات الخاصة بكيفية إجراء الاستقصاء، حيث عليك أن تضع مصدر الصوت في موقع محدد طول فترة الاستقصاء، ثم تقرع الساعة المنبه وتسجل شدة الصوت باستخدام مستشعر الصوت ومسجل البيانات. بعد ذلك عليك أن تقوم بتغطية الساعة المنبه بمادة واحدة من المواد المستخدمة في كل مرة. بعد ذلك ستقرع الساعة المنبه وتسجل شدة الصوت باستخدام مستشعر الصوت ومسجل البيانات. أبنائي الطلاب، في هذه الخطوة علينا أن نرسم جدولاً لتسجيل البيانات، حيث سنقوم بتسجيل شدة صوت المنبه في البداية لهذه المواد، وكذلك سنسجل شدة صوت المنبه بعد تغطيته، أي خلال انخفاض الصوت، كما هو موضح أمامكم في الجدول. أبنائي الطلاب، سنستخدم بيانات الجدول السابق لنقوم بإعداد الرسم البياني، والذي يساعدنا في تحديد المواد الأفضل لعزل الصوت والمواد الأسوأ لعزل الصوت، كما هو موضح أمامكم. إذن في خطوة تحليل البيانات، بياناتكم تخبركم بأن الغلاف ذو الفقاعات والإسفنج الرغوي يعزلان الصوت بشكل أفضل. أبنائي الطلاب، لقد وصلنا إلى خطوة الاستنتاج،
فماذا كتبتم من استنتاج؟ حسناً، أنتم تعتقدون أن بعض المواد التي اختبرتموها تعزل الصوت بشكل أفضل من غيرها لأنها تحتوي على الهواء في داخلها، وهذا يساعدها على امتصاص الموجات الصوتية وارتدادها في جميع الاتجاهات، فتصبح الاهتزازات صغيرة وينخفض الصوت. استنتاج رائع! أبنائي الطلاب، لقد وصلنا إلى الخطوة الأخيرة وهي تدوين جملة التفكر. فماذا فكرتم؟ نعم، قد يمكن تطبيق الاستقصاء مع اختلاف سماكة المادة المستخدمة للعزل، أو يمكن استبدال مصدر الصوت بأصوات البشر أو الحيوانات. أبنائي الطلاب، لدي سؤال يحتاج إلى تفكير عميق، ساعدوني في البحث عن إجابة هذا السؤال. لماذا تغطى جدران المنازل بطبقة من الفلين التي توضع بين الخرسانة وهي قيد الإنشاء؟ أحسنتم، تفكيركم رائع. بالفعل، لأن الفلين يعتبر عازلاً جيداً للصوت، وبالتالي فإن الفلين يساعد على الحفاظ على الخصوصية للسكان، كما أنه يمنع من التأثر بالضجيج الخارجي. أبنائي الطلاب، ماذا تعلمنا من النشاط السابق؟ بالفعل، لقد تعلمنا أن المواد المختلفة تمتص كميات مختلفة من الصوت، وكذلك تعلمنا أن المواد ذات الأسطح الخشنة تعزل الصوت بشكل أفضل. ومما تعلمناه أيضاً أنه يمكن أن يصنع أفضل عازل للصوت الذي يمتص الأصوات من مواد ذات أسطح خشنة وثقوب صغيرة يمكن أن تمتلئ بالهواء. ومن الأمثلة على المواد العازلة للصوت الجيدة الأغلفة ذات الفقاعات والإسفنج، وكذلك تمتص هذه المواد الموجات الصوتية وتجعلها ترتد داخل المادة نفسها حتى تضعف الاهتزازات وتقل شدة الصوت. عزيزي الطالب، افتح كتابك المدرسي على صفحة 176 لتتحقق مما تعلمته. أجب عن سؤال رقم 4، انظروا إلى الصور التي تظهر بعض المواد المستخدمة في الاستقصاء. اختاروا ما يدرسه الطالب في الاستقصاء. فكر قليلاً. بالفعل، إجابة صحيحة، إنها جيم، أفضل مادة لكتم الصوت. سؤال رقم 6، ألاحظ الاستقصاء في السؤال رقم 4 مرة أخرى. أتوقع المواد التي ستكتم الصوت بشكل أفضل. نعم، المادة هي الإسفنج الرغوي، والسبب في ذلك بالتأكيد لأنه يحتوي على الهواء في داخله، وهذا يساعده على امتصاص الموجات الصوتية وارتدادها في جميع الاتجاهات، فتصبح الاهتزازات صغيرة وينخفض الصوت. شكراً عزيزي الطالب على المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم.